الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل اعمال، معنا اليوم الاستاذ سامي بركات من فريد بركات للمجوهرات. يا هلا يا مرحبا، نورتونا. من قناة اي بي سي بنرحب فيك استاذ سامي معنا البرنامج، ونتمنى بالبداية تعرفنا المزيد عنك وعن بداياتكم مع مجال المجوهرات. يا هلا، نورتونا، ومعاكم سامي بركات من مجوهرات فريد بركات. لنا تقريبا 25 إلى 30 سنة خبرة في هالمجال. بدينا من الله يرحمه جدي، وانتقلت لأبوي، وحاليا نحن هنا نستضيفكم ونرحب بكم أي وقت ما شئتوا، لنا الشرف طبعا. أستاذ سامي، ممكن تخبرنا ما هي أنواع المجوهرات والإكسسوارات المتوفرة عندكم، وشو اللي يميز مكانكم عن بقية الأماكن الثانية في الإمارات؟ اللي تبي موجود. نحن عادة كمحل مجوهرات دائما الخدمة تكون أهم شيء للعميل، يكون راضي علينا. متواجد من ألماس، من ذهب، من أحجار كريمة، من ذهب تراديشنال، من ذهب حديث، مودرن ديزاين. أهم شيء الطلبيات الخاصة، الفيجن ولا الديزاين المعين اللي بال الزبون، نسوي كرافتمانشيب into real life into whatever the vision of the customer is, we bring it in real life craftsmanship in gold and diamond, of course, as per as the customer's budget. We help him out step by step, and we make sure he's really happy at the end of the day. That's the most important thing. أستاذ سامي، بعد النجاح الرائع والسمعة والثقة اللي اكتسبتوها على مدار السنين، ما هي خطتكم ورؤيتكم المستقبلية؟ دائما للأعلى، وين ما توصل دائما للأعلى. دائما الجماهير، ولا تكون نقدر نقول الزباين اللي توصلنا على الأعلى. دائما أهم شيء يكون الزبون مرتاح لما يدخل مجوهرات فريد بركات، ويدخل أي برانش ولا أي محل ثاني نحن نكون فاتحة باسم ثاني. يوم ما نحن أهم شيء عندنا يكون الزبون على قيد الراحة، هذا تقدر تقول أهم شيء، ودائما إلى الأعلى. نتمنى لكم دائما التوفيق. أستاذ سامي، أنت كرائد أعمال ومقيم في دولة الإمارات، ما هي نصيحتك لأي رائد أعمال جديد عنده طموح يبدأ عمل جديد داخل الدولة؟ والله شوف، صراحة ممكن أقدر أقول لك شخص أحب أنا أن أسمع على نصيحة، بس ممكن إذا أبي أوجه نصيحة للإكسبيرينس اللي مريت بيهم، أنه دائما طموحك يكون للأعلى. كان في عندي واحد الله يذكره بالخير، قال لي إذا you didn't have to fail, what would be your highest aim? If for example you would never fail, how high would be your dream? So maybe something like this, always aim for the highest, you will get somewhere very very good. أهم شيء شكر خاص لدولة إمارات الحبيبة والعزيزة على النعمة والأمان اللي موجودين فيه. صراحة يعني نعمة وأمان لا يوصف، صج بأمان، أمان لا يقارن بأي مكان ثاني. أحب أهني الشعب والدولة والرئيس على هالأمان اللي حاطين لنا ومتوفر بالدولة. بالنهاية ممكن تخبرنا ونخبر جميع المشاهدين بتابعونا كيف نقدر نوصل ونتواصل مع فريد بركات المجوهرات؟ نحط لكم الويب سايت. نحن متواجدين بدبي آخر 15 سنة، بشارع السطوة، مقابل إميريتس أم بي دي بانك، من بعد بس سطوة باس ستيشن الرئيسية. أرقام التواصل موجودة، الإنستغرام موجود، الويب سايت موجود. أنا شخصيا سامي أرحب بكم يا هلا أي وقت، تشرفونا وتنورونا. رقم المحل 04-33-2-0-600. شكرا جزيلا أستاذ سامي، نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح. شكرا يا هلا.
إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.